صباح الفل والورد والياسمين على عيون حبايبي الحلوين، وحشتوني جدا جدا جدا. صباحكم كله امل، صباحكم كله رضا، صباحكم كله تفاؤل وثقه بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا على طول، مش هطول عليكم في وصفتنا النهارده. عملنا مع بعض قبل كده البيفي، وان شاء الله النهارده مع بعض هنعمل البرجر. عاوزين نمنع نشتري الحاجات دي كلها من بره ونعملها في البيت لاولادنا، عشان احنا خايفين على صحتهم والحاجات دي ما بقتش مضمونه ولها اضرار كتير جدا. فربنا يكفينا، يكفيني ويكفيكم الشر يا رب، ويحافظ على صحتنا وصحه اولادنا. فيا ريت تعملوا الحاجات دي في البيت، والنتيجه بتاعتها بتطلع لكم احلى من بره 100 مره. هنعمل ايه النهارده؟ هنعمل البرجر. في ناس بتحب تضيف للبرجر اضافات، بتحب تضيف له الفول استويا، في ناس تاني ما بتحبش تضيفه. انا عن نفسي ما بحبش الفول الصويا اصلا، لان انا زي ما قلت لكم في الفيديو اللي قبل كده، الفول الصويا بيأثر على الذكور، فانا ما بحبش استخدمه في حاجاتي. فانا كل اللي هعمله ان انا مش هستخدمه، هعمل لحمه صافي. عاوزه تضيفي انت فول صويا براحتك، هتضيفي فول صويا زي ما انت حابه، يبقى هتضيفي كوبايه من الفول الصويا على الكميه اللي احنا عاملينها، بس انا ما بحبوش، فكل واحد براحته. انا معايا هنا نص كيلو من اللحمه المفرومه. معايا ايه؟ معايا التوابل، برضو ما بحبش اكتر التوابل، هما ثلاث حاجات: ملح وفلفل اسود بهارات لحمه، ملح وفلفل اسود بهارات لحمه، ومعايا ثلاث معالق كبار من البقسماط. معايا بيضه، معايا معلقه من المستردة، ومعلقه من الكاتشب، معلقه من المستردة ومعلقه من الكاتشب، ومعايا بصله. بس انا البصله دي ما خدتهاش زي ما هي كده وحطيتها، لا، البصله دي اللي انا عملت فيها، اللي انا دبلتها على النار بسنه من الملح وطلعت لي بالمنظر دوت. انا مش عاوزاها بصله نيه، لان لو بصله نيه تحس ان انت مش بتاكلي برجر، هتحس ان انت بتاكلي كفته عاديه. لكن انا عاوزاه تحسي التست معاكي يبقى عالي وتحسي احسن. فالافضل يعني ان انتوا تعملوا زي ما انا بقول لكم كده، تدبلوها على النار. طيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم. كل اللي هنعمله هنعمل ايه؟ الكبه بتاعتنا اللي ما نقدرش نستغنى عنها طبعا. بسم الله، اول حاجه هننزل باللحمه. بسم الله الرحمن الرحيم، ادي اللحمه بتاعتنا اهي، كله هينزل مع بعض وكله هيتفرم مع بعض. هننزل كمان بال هننزل بالتوابل بتاعتنا اللي هي عباره عن البقسماط وال بهارات اللحمه والملح والفلفل الاسود، وهننزل كمان بالبيضه، هننزل بالبصله، هي بصليه واحده على النص كيلو، وهننزل بالايه المستردة والكاتشب، واحده 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 واحده، مش اكتر من كده، تدي بس ايه تطعيمه وبتدي تيست بس. وهنعمل ايه؟ نجيب الحاجه دي بقى كده. كل اللي هنعمله ان احنا هنضرب الكلام ده كله كويس جدا. نقول بسم الله، نضرب كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، شايفين؟ شايفين حلاوه؟ بس طبعا هي لسه عاوزه تتفرم، لان شايفين البصلايه اهي، البصلايه لسه موجوده، فاحنا عاوزين نفرمها. كفايه ريحته حلوه جدا، تحفه تحفه، فانا هفرمه فرمه كويسه جدا وارجع لكم عشان ما اطولش عليكم الفيديو. بصوا يا حبايبي، هادي البرجر طلع معانا بالمنظر اللي انتوا شايفينه دوت، تحفه. القوام بتاعه حلو جدا اهو، شايفين؟ بصوا ريحته حلوه جدا، القوام بتاعه حلو جدا، شايفين؟ اه. طيب كل اللي هنعمله هنعمل ايه؟ بصي بقى، ما تتعبيش روحك بمكبس برجر والكلام دوت، هو اي غطا عندك بتاع اي برطمان اي حاجه على حسب الحجم اللي انت بتحبيه. وهناخد مثلا كده اهو، اهو شايفين؟ هنبتدي
نمسح كده اهو، نضغط اهو. الشكل بقى اللي انت ايه اللي انت حباه، يعني عاوزه الحجم اللي انت حباه، قصدي عاوزه اكبر من كده تمام، عاوزه الحجم دوت حلو جدا خلاص براحتك زي ما انت حابه. هنجيب طبق هنا، بصوا بقى هنعمل كده اهو، وطلعت معانا بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، شايفين جميله جدا اهو. نعمل كمان واحده، عاوزه ترفعي برضو عن كده عادي مفيش مشكله، ممكن اهو بس برضو نرفع شويه اهو. زي ما انتي حابه اهو، حاجه معموله في البيت، حاجه ما خدتش معانا اي وقت، حاجه احنا ضمنها عارفين احنا ايه مكوناتها، ايه اللي احنا حاطينه. احنا كده حاطين لحمه طبيعي، يعني مش حاطين اي ايه اي اضافات، عاوزين زي ما قلت لكم واتفقت معاكم اهو، شايفين عاوزين زي ما قلت لكم عاوزين تحطوا تضيفوا الفول الصويا عادي مفيش مشكله، دي حاجه ترجع لكم كل واحد براحته زي ما هو حابب. اللي باين ده على فكره البصل، لان البصل اللي انا مستخدماه ده بصل احمر، فانت عاوز تستخدمي بصل ابيض احسن براحتك، هو عادي يعني مش فيش مشكله، بس انا ايه بوضح لكم عشان بس شكله باين، فعشان تعرفوا ان هو من الايه من البصل اهو بالشكل ده تمام. طيب انا هكمل الكميه وهوريكم طلعت معايا قد ايه عشان بس ما اطولش عليكم الفيديو. كده يا حبايبي خلصنا الكميه بتاعتنا زي ما انتم شايفين اهو بالمنظر الجميل دوت، طالعه بسم الله ما شاء الله، حاجه معموله في البيت نظيفه، طلعت لنا كميه حلوه. نعدهم بسم الله، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، طلعت لي 12 برجريه، وكمان الحجم بتاعها كبير مش صغير. طيب طريقه حفظها ازاي؟ لو انت هتحفظيها طبعا ما تحطهاش بالمنظر دوت ابدا في الفريزر، لازم تتحط ما بين واحده والتانيه، يا اما ورقه زبده، يا اما تحطي كاس ثلاجه براحتك اللي متوفر عندك، وتحفظيهم في اي طبق او اي حاجه وتحطيهم في الفريزر وتطلعي عند الاستخدام. اتمنى الوصفه بتاعت النهارده تكون نالت اعجابكم، يا ريت ما تبخلوش عليا باللايك والشير، واللي ما عملش اشتراك في القناه يشترك، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل الحاجات اللي بقدمها، واشوفكم في وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.